للعام الثاني على التوالي يستمر المتطوعون في مدينة السما ومركز محافظة المثنى ومن أمام حائط أحباب الله يستمرون بتأمين العوائل المتعففة ببعض الحصص الغذائية، طبعا بسبب الإهمال الحكومي للطبقة الفقيرة التي تأثرت بسبب غياب الحصة التموينية. فلنشاهد. أيضا لقاء آخر مع طفلة حاضرة إلى حائط أحباب الله. حياك الله. سيرة. شونك؟ سيرة. أنتوا يا من جاية؟ أنا أمي. شو عندكم جايين هنا؟ جينا ناخذ وجبة. وجبة؟ إيه. شو تسوون بيها؟ نسوي الرمضان. يعني تفطرون بيها؟ إيه. زين وإذا ما جيت أخذتوا منا؟ تقدرون تفطرون؟ تقدرون تاكلون؟ لا. ليش؟ نحن ما عدنا. لأن أبوي معوق ووجهه مكسورة يبيع بارسل. الله يكون بعونك. يعني هاي فائدتكم السلة الغذائية اللي جاء تاخذوها؟ اي يعني تقضي بها رمضان. الله يعطيكم الصحة والسلامة. رمضان كريم عليك. علينا وعليك. السلام عليكم يا أمي. ايش عندك هنا؟ والله جاي أنا كل شيء ما عندنا. شلون يعني كل شيء ما عندكم؟ ما عندنا لا عند دراستي لا عند كل شيء. زين انت تجين هنا شو تسوين من الصبح؟ اخذ تغذيه وملابس. زين التغذيه شو تسوون بيها؟ والله التغذيه ما عندي غيرها. يعني اذا ما اخذتوا تغذيه منها شلون يعني ما راح تفطرون؟ اي والله واشتري ما عندي ورجلي قاعد. كل شيء ما عندي. يعني هسه انتم اذا ما تجون لهنا كل جمعه وكل سبت ما راح تفطرون؟ لا والله ما راح تفطر. ما راح تفطرون؟ اي والله اطلب من الجيران. معقوله يعني ايش عندنا؟ حق الحسين. كل شيء ما عندي انا بالنسبه لي كل شيء ما عندي. يعني اذا ما تجين لهنا تاخذين العدس والحمص والزيت والمعجون ما راح تفطرين؟ اي والله. شنو فطوركم يوميا؟ يومي فطورنا امس فطوري تمن ومرق عدس وخضره. واللحم؟ لا ما اكل لحم. ما اكل لحم؟ اي والله. الله اكبر.